جدد مربو الماشية اعتصامهم أمام مجلس الأمة احتجاجا على ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة الكميات المعروضة في الأسواق وعدم تلبيتها لحاجة مربي الأغنام، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حازمة من شأنها كبح جماح الأسعار، كما اعتبروا أن دعم الأعلاف سيساهم بشكل مباشر في انخفاض أسعار الأغنام المحلية بشكل ملحوظ. سبقا طالبنا قبل مرة ست اعتصامات وست تجمعات نطالب فيها في دعم الأعلاف، وكلمنا البدر شخصيا ولم يرد لنا بال، ونطالب من رئيس مجلس الوزراء ومن رئيس مجلس الأمة من الوالد صاحب السمو التدخل فورا لدعم الأعلاف، حيث أن الدعم الحالي لا يغطي الحاجة، ونطالب كذلك برفع نسبة الشعير حيث قاموا بنقص نسبة الشعير إلى 20%. المستفيد هم تجار اللحوم المستوردة، لأن قبل لما كان سعر كيس الشعير دينار 750 ودينارين، كان سعر الطلي المحلي ما يتعدى 60 دينار، من 45 إلى 50 إلى 60 دينار، وكان سعر المستورد 16 و17 دينار، ووصل بالأخير إلى 20 دينار، لكن الحين المحلي حول 100 دينار الى 95 100 دينار، والمستورد وصل سعره الى 60 و65 دينار. سادس اعتصام لنا هذا، وما صوتنا ما وصل ولا حد رد علينا، لا هيئه ولا وزراء ولا مجلس امه، ما حد نظر في قضيتنا نهائيا. طبعا مثل ما قال الاخوان، شيء مرتفع ارتفاع غير مبرر، ومفتعل الارتفاع هذا طبعا بيطفشونه الحلال من الكويت.